بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. تحصنا بالعزة والجبروت، واعتصمنا بذي الملك والملكوت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وعن بلاد المسلمين أجمعين، وقنا شر الداء، ونجنا من البلاء بلطفك وقدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ودي طبعا ثمار السدر زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد ما تستوي تبقى بالشكل ده. طبعا السدر له أنواع كتير، منها السدر البلدي بتاعنا، ومنها الكنار طويل شوية، وكل دولة فيها سلالات مختلفة من السدر، ولكن هو نبات مبارك فيه من الفوائد الغذائية والطبية العظيمة. اللي يحتاج ورق سدر موجود بفضل الله، للاستشفاء موجود. ومجانا ان شاء الله موجود. كونوا معنا ولا تنسونا بدعم القناة، والى لقاء اخر ان شاء الله.